طيب، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد شيت، والنهارده ان شاء الله هنشوف ازاي مع بعض نفعل برنامج وي مود. طبعا اكيد اللي عارف البرنامج ده عارف ان هو بيستخدم في تهكير الالعاب. لو انت عندك بقى لعبة وحابب ان انت تعدي فيها مراحل معينة، او عايز بقى يعني ذخيرة لا نهائية وصحة لا نهائية وما الى ذلك يعني، فالبرنامج ده افضل برنامج ده ممكن تستخدمه. احنا سبق قبل كده وكنا عملنا فيديو او فيديوهين كمان، وكنا شرحنا فيها طريقة برضو ازاي تفعل البرنامج ده بشكل مجاني. ولكن البرنامج جاله ابديتس كتير جدا، يعني لو تاخدوا بالكم لو ضغطنا هنا كده، دخلنا هنا على السيتنج، هتلاقي هنا ده هنا الفيرجن اللي هو احدث فيرجن، طبعا اللي هو فيرجن 10.20.1، ده احدث حاجه. الشرح اللي احنا كنا عملناه قبل كده كان على فيرجن اللي هو 8، ف يعني الشرح ده ما بقاش شغال على اللي هو 10 يعني. النهارده ان شاء الله كده نشوف مع بعض ازاي بقى الشرح الجديد على الفيرجن بتاع 10، وتابع معايا الشرح. طيب يا جماعه، ورجعنا على طول اهو بعد الانترو كالعاده، نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب، انت اول حاجه طبعا هتعملها وهي انك هتقفل برنامج وي مود. انا طبعا هقفله من فوق هنا كده، وتتاكد من تحت هنا برضو كده تيجي على اللي هو شكل الدبليو ده، كليك يمين وتقول هنا كده اكزاي. انت كده خرجت بشكل نهائي من البرنامج. طيب، في بقى الملف ده او يعني فولدر مضغوط كده، انا هسيبه لك في لينك في صندوق الوصف. اللينك ده على قناه التليجرام، لان مش هينفع اسيب اللينك على اليوتيوب ذات نفسه يعني، فانا هسيب لك لينك. اللينك ده هيحولك على قناه التليجرام، فاللينك عامه هسيبه لكم في صندوق الوصف. طيب، لما تخش على قناه التليجرام او على اللينك يعني وتنزل البرنامج ده، هتعمل له كليك يمين هنا كده، وهتفك ضغطه بشكل طبيعي جدا، هيطلع معاك البرنامج ده. كليك يمين عليه كده وتقول له هنا ران از ادمنستريتور، وتقول له هنا كده اوكي. هو هنا طبعا بيدعم اكتر من لغه يعني، المهم هتقول له هنا كده نيكست، هنا اكسبت، هتثبته زيه زي اي برنامج عادي خالص، قول له هنا كده انستول. طب لما يخلص معاك هنا كده هتقول له فينش، وهتيجي على البرنامج بقى بعد ما ثبتناه، هتخش عليه هنا كده دبل كليك عليه، هتلاقيه فتح معاك الشاشه السمراء دي. انت سيبه ما تعملش حاجه خالص، كل اللي عليك هتيجي هنا بس كده تقول له هنا كونتينيو، وهو الراجل يعني هيعمل كل حاجه لوحده، هيقوم كل حاجه لوحده. زي ما انتم شايفين يا جماعه، انا ما عملتش اي حاجه خالص، هو كل حاجه بيعملها لوحده. هو هنا طبعا جاب الفيرجن بتاع البرنامج اللي انا مثبته. طب هنا طبعا جاب لي هو اللي هو اسمي على البرنامج اللي هو وي مود، اللي هو الحساب اللي انا مسجل بيه اللي هو شيتو تيك وكده. فلو انت يعني حابب تغير الاسم او تسيبه، كل الكلام ده يعني مش هيفرق معاك في حاجه. طيب، وهنا برضك لو انت عايز تعمل ديسيبل او يعني تلغي تفعيل البرنامج بتاع وي مود، او يعني مش تفعيله بقى اللي هو الابديت بتاعه. زي ما انتم عارفين يا جماعه، او اللي شغال على البرنامج ده عارف ان البرنامج ده تلقائي بيعمل ابديتس لوحده. لو انت حابب تلغي الموضوع ده ممكن تلغيه من هنا. انا عن نفسي هسيبه، يعني هسيب كل حاجه زي ما هي هنا كده عادي خالص، واقول له هنا كده اوكي. هو هنا برضك هيبدا يكمل شغله هو مع نفسه. هنا جايب لك كده كلمه فيلد عادي، ما تشغلش بالك، مش تاثر معاك في حاجه ولا حاجه. زي ما هتشوفوا مع بعض دلوقتي، هتلاقي البرنامج معانا هيشتغل معانا دلوقتي يعني، ما تقلقوش. طيب، هو كده خلاص، هو قال لي فينش 100% وخلاص، وقفل كل حاجه لوحده وعمل كل حاجه لوحده. كل عليك يا معلم بقى تيجي تفتح هنا برنامج وي مود ونشوف المفاجاه. والان مع المفاجاه الكبرى. زي ما انتم شايفين يا جماعه، كونجراتوليشن، خلاص يو ار ناو برو. فخلاص دلوقتي انا بقيت شغال بالنسخه البرو. حتى وانا مثلا جيت اجرب اشغل اي حاجه، لو جيت هنا مثلا في ريسنت ايفل 6، طبعا لو انا مش برو مش هقدر افعل الحاجات دي خالص يعني، الحاجات دي اصلا لو انا مش برو مش هقدر افعلها. طبعا اكيد اللي برضو كان منزل البرنامج ده عارف الكلام ده كله. انا بقى خلاص هو الالتيميت هيلث ممكن افعلها، الالتيميت امو، الاستامينا، كل الكلام ده كله خلاص ممكن افعله يعني. فبس شباب، ده كان موضوع حلقة النهاردة أو شرح النهاردة يعني. كالعادة لو الحلقة عجبتك واستفدت مني حاجة، فما تخش عليها بالدال معنوي اللي هو عبارة عن لايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناة وانت مش مشترك، وفعل زر الجرس، وبس كده يا شباب. سلام. You all right? Yeah.